السبب. لك اخي انا شو دخلني؟ شو دخلني؟ هي اختك. لك شو هي مو هي؟ لك انت ما بتعرف انه هي ما بتطيق لهذا الحمار من يوم ما الله خلقها. لا تقول عن اخي حمار وعرف حالك شو عم تحكي. لك حمار وستين حمار، ولا بورجيكي شو رح ساوي بهالكلب الواطي. وفيها فوتي على اوضتك ولا تتدخلي. ايه عمتي، مشان الله فوتي بقى على اوضتك. رسبي عمتي شو الله دخيلها ان شاء الله صحة تقبرني. هاتي لشوف. يخرب بيتك من حالك، لك شو حاطة بقلبك؟ والله كمو. لك هذا فلفل يا بهيمة، سكي، سكي روحي من خلقتي. شوفي مين يلا على السريع، لا تفتحي لا تقلي لي ها. مين؟ أنا رشدي، افتحي. وين صفوان؟ صفوان؟ تذكرت تذكرت صفوان. مالهم مالهم؟ قال مثل ما قال المثل، بس عمته ودكته ب 14. لك رشدي يا ابن عمي. عامل حالك نايم يا واطي. استغفر الله العظيم. يا الله، ما بيخلي الواحد يعرف ينام بهالبيت. لوين بيروح؟ لوين بيروح؟ وين ما راح وين ما اجى مرجوع لهون. هيا شرب كاسة شاي ابن عمي. شرب عقيل شرب. يلا 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 شرب. زكية فوتي لجوا، فوتي. شرب عقيل، تفضل. على السلامة. الله يسلمك عقيد. شو وينه صفوان؟ ماله؟ أبو صفوان كمان ماله؟ أعطيني شو أنت شلون بتفوت على بيت ما فيه غير الحرم؟ لأنه واطي. وين كنت بتخبي ولا؟ أنا ما كنت بتخبي. بعدين لا تقولوا لا، كنت عم بدور على حبة لحط طلبتك فيها. اخي يا واطي. ابو حجاج خلصنا بقى، خلصنا صفوان، صوان الشر طلع لفوق. ماني طالع. مانا طالع؟ مانا عقيد، بس كرمالك كرمالك محجوب. فوت انطبي وليه؟ فوت انطبي. يخرب بيتك من حالك، اذا بتفهمي انت والله ما بتفهمي. ارجع ارجع. شرف 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 عقيد. انت شهم وقبضاي ومعك حق تزعل، بس مالك حق بنوب هالفوتة اللي فتت على بيت عمك. واختي عقيد، اختي اللي ضاعت والله اعلم الناس شو عم تحكي عليها. ما حدا دري بالقصة غير اهلك وبيت عمك، واللي بده يجيب معدل اختك بكلمة اتركوا علي. انا بسحب لسانه من حلو، واختك رح ندور عليها ونلاقيها. مرت عمي عقيد لحالها بتكفي وبتوفي، ذاتا هي اللي رح تفضحنا بالحارة. ما بتسترجي، بس انا بدي منك تتوعى منيح وتضل قبضاي ومعدل، هالشي اللي ساويته ما ينعاد مرة تانية. أنا تربيتك عقيد. كفو، أنت تربيت المرحوم أبو عبدو يلي كل الناس بتحلف براسه، ومن بعده أبو الضاح الله يذكره بالخير، شيخ القبضايات بالحارة كلها. عقيد، تعرف مين طفش عمي أبو الضاح من الحارة؟ مين؟ صفوان. شو هالحكي؟ اي نعم، صفوان طالع اشاعة على وضاح انه خاين وبيستاهل الاعدام. صفوان. اي نعم، وصفوان ضربه لعمي ابو وضاح مرتين. لك شو عم تحكي انت؟ اي ضربه. لك وليش ما قلت لي من ساعتها؟ ابو عمي ابو وضاح امن علي اني ما اجيب سيرة لحدا، ما كان بده اياك تعرف باللي صار. وليش ما بدي اعرف؟ كرامة لعمتي ام وضاح، شنو مثل ما بتعرف صفوان بيكون ابن اخوها، وما بده اياك تضربه وتهين كرامته قدام الناس. وابو وضاح شلون ما مصارقته؟ عمي ابو وضاح بعد ما اجاه خبر المرحوم وضاح انهد حيله،
وبعد ما صفوان طالع إشاعة عن وضاح إنه خاين وبيستاهل الإعدام إنها تحيله بزيادة وكره الدنيا كلياتها وسودت بعيونه. يا باطل يا باطل يا ويلك مني يا صفوان الكلب. صغيرة عقيد وحياتك صغيرة، اتركوا علي. لا هذا حسابه عندي أنا، لازم كل الناس تعرف اللي بتجرأ على بوضاح ما بيعيش ولا تكي. عقيد مشان اختي أنا لازم روح دور عليها، بس ماني عرفان وين بدي بلش. انت لا تاكل همه، ما عليك انا عم ببعت مين يدور عليها، بس بدي منك هالكم يوم ما تظهر بالحارة وتدير بالك منيح. ليش عقيد؟ مشان اهله المرحوم عرفان، ما بدي اياهم يترصدوا لك، واللي ما بيحسب حساب الرجال ما له رجال. فشل. هلا انت عمل مثل ما عم بقول لك، وما تطلع من البيت الا انت ومسلح وعيونك عشرة عشرة، وان شاء الله بهالكم يوم بروح انا والاعضاوات لعند اهله المرحوم ومنجس نبضهم. إذا كانوا ميالين للصلحة ندفع حدية ونخلص. ما من أخي يفوت لهون على بيتي بغيابي؟ إيه والله والله العم صارعته لك. لو ابن أخوك عامل لك قدر قيمة كان راح لعندك على الدكان، مو إجا لهون. شو تفكر حاله؟ فايت على بيت أرملة ولا بايكة؟ بعدين نحن شو دخلنا إذا هربت أخته من البيت؟ شو دخلنا؟ يروح يدور عليها وين راحت ومع مين فلتانة؟ ايه انا بدي وقفه عند حده. يوصم الله عليك. إيه بكره رح افرجيك شو رح تسوي فيه. شو رح تسوي؟ وليش بكره مو هلا؟ لانه العقيد ابو فهد اخذه لعنده على البيت مشان بهدله. شلون؟ راح مع العقيد ابو فهد على البيت؟ ايه العقيد ابو فهد ما بيرضى هالشي اللي سواه، ما بيرضى بنوب. ما هو العقيد انجس منه؟ شو مفكر كثير بحبنا؟ انا مستريح. معناتها هلا رح يحكي له عن كل شي صار بيني وبين ابو الطاح. مش كان رشدي هلا حكى له لشاهير اني ضربته لابو الطاح واني قلت عن ابو الطاح انه خاين؟ لحمة والله بيطير اعلو من راسه، وخصوصي ايش كان قال له انه رويدة هربت بسببي وانه وافقت تتجوزني بشرط. هذا مصري بعته العقيد ابو فهد بده صفوان يروح لعنده. شو بده بصفوان؟ ما بعرف، يمكن بده صفوان يروح لعنده مشان رشدي يبوس راسه لصفوان ويعتذر منه. يا حبيبي علي بوس راسي يا اهل، يا الله يستر معي ايمو، والله مالي غير سالم بيك. ايه ما قلت لي شو العقيد؟ العقيد يا بيك حاطط دابه من دابي وعم يبز براسه لابن عمي بده يعلقني انا وياه. حتى انه هداك اليوم يا بيك ابن عمي فات على بيتنا بغيابنا، شاف سلمى وهي بالتخت يا بيك. اوف، وليش فات على بيتكم هيك فوتي؟ شو بيعرفني يا بيك؟ والله ما بعرف، قال اخته هربانه عم يدور عليها واجا يشوفها عنا. بسيطة، هلا انا مالي فاضي، بس ارجع من بيروت ببقى بتفضلك وبحل لك المشكلة. انا بعرضك يا بيك والله مالي غيرك، من هون لترجع بيكونوا خلصوا علي. صفوان صفوان ليه عقيد؟ وينه ابنك؟ مين صفوان؟ ايش عندك خيره؟ كان لعندي راح لعنده. راح لعندي ما لك، مو عيب عليك انت زلمة طوله عرض وشوارب تخلي ابنك يهينه لابو الطاح ويقول عن وضاح خاين؟ يا لطيف شو الحكي يا باطي؟ طول بالك عقيد، طول بالك. والله صفوان ما هانو. لك شلون ما هانو؟ ابنك يا كبير هو اللي طفش ابو الضاح من الحارة، وابو الضاح حط على الجرح ملح وسكر كرمالكم يا بيت ولادي. لا 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 يا عم شو عليه، يا عم شو عليه، لعنة الله عليه زلمه دون. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم. القصة مو هيك، شو صارت القصة؟ هات لنشوف. معلش عقيد بعد اذنك، ابو الضاح بيكون صهري وابني صفوان مثل ابنه، يعني ما تواخذني بهالكلمة، يعني هي أمور عائلية بيناتنا. لا سيدي مو عائلية، أبو الطاح أبونا كلنا، والطاح الله يرحمه بيكون أخونا، ولده يجيبه معدله لازم يتحاسب. إيه والله يا أبو صفوان، ابنك ماله حق بنوب. بتفهمه لابنك، بتقله إنه شاهر عياش ماله تركه. إيه والله بيستاهل سيدي، يلا لا يقيمه يا باطل. هيك نتيجة التربية يا عيب الشوم، يا عيب الشوم.
ونحن عم نقول لحالنا ليش ابو وضاح ترك الحاره. لك شبهن اهل الحاره، ليش حاطين دابهم من داب ابني؟ شو عامل له؟ من غيرتهم، من غيرتهم اكيد. ولي على عيونهم الهي. ها ايش صفوان؟ قال مثل ما قال المتر اسكور جديد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا اخي. قومي ولي، قومي ضب اغراضك، قومي بدنا نمشي يلا. ليش بدك تضب اغراضك ابني؟ خلص منها امي. لا يا مولا، بس سالم بيك سافر وامن فيني بالبيت لبين ما يرجع، بقى بدي اروح انا وسلمى هلا نقعد هنيك. هيك احسن يا بي، هيك احسن. ليش يا بي؟ انه العقيد ابو فرد قالب عليك الحاره وناوي الشر. مرت عمي فضحتنا بالحاره يا عقيد. فضحتنا. كل الناس دريت بانه اختي هربانه. كل الناس عم تتغامز علينا مشكل ملون عقيد. فشروا بعجاج فشروا. اختكم ما ساوت شي لحتى تنفضها. اختكم شريفه وطاهره. وصار لازم كل الناس تعرف انها طفشت من البيت بسبب صفوان لانه مو طايقته. صفوان حسابه عسير بس لحتى الله يجمعني فيه. ما عرفت وين اراضيه؟ لا والله يا عقيد ما عرفت، بس رفقاتي صار لهم كم يوم عم يتنطروا له بالحاره ولهلا ما لمحوه. صغيري وين بده يروح الا ما يبين؟ عجبك على القصه؟ مين كان يقول انه بنته لابو عبد الميلادي حرمه المرحوم الضاح تعمل هيك عمليه؟ اعوذ بالله من غضب الله، شو عم تحكي انت؟ نحن ورانا حريم يا ابو ياسين. الله وكيلك وكيل السماء والارض انه المخلوقه هربت. هي ما بصدق الحكي، هذا حديث ما له صحه منه. مرت عمها هي اللي عم تحكي قدام الحريم، فضحتها للمخلوقه. مرت بصفوان؟ ايه. قد ايش صار لها هربانه؟ صار لها مده. عم بيقولوا هربانه مع واحد بتحبه من زمان. هيك على ذمة ام صفوان. يا لطيف. لكن عمي يا ما تحت السواهي دواهي، الناس مخبايه بتيابها، الله يعفي عنا. والله القصه ما عم تخرج بمشطي النور. شايف على القصه؟ لك مين قال انه بنت ابو عبد ولاتي تعمل هيك عملي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين عمي اهلين. تفضل حبيبي تفضل. مرت عمك ام صفوان هي اللي عم تحكي. تصطفل اخي الله يسامحها. لك شلون الله بده يسامحها؟ شلون؟ خير شبكون؟ ليش صوتكم طالعه؟ اسمع اخي خير. هي حماتك. لا تقول حماتك، هي مرت عمك قبل ما تكون حماتي. انا ما بيشرفني انها تكون مرت عمي، انا متبري منه ومن ابنه كمان. ابن ناقص. ولولا كرامه ابوك الله يرحمه كنت تبريت من عمك كمان. اسكتوا. لا لا انا ما راح اسكت، لانه لو كان زلمه ما كان صار اللي صار، وما كان خلى مرت عمك تجيب سيره اختك بالعاطل قدام كل الناس. وانت مين قال لك انه مرت عمك عم تجيب سيره اختك بالعاطل؟ اها مين قال لي؟ روح اسال اهل الحاره، سيره اختك صارت على كل لسان. اختك هي اللي غلطت، اول عن تالي السيره راح تطش بالحاره طش. يا سيدي اختي ما غلطت، وطالما انه اهل الحاره دريوا باللي صار فلازم يعرفوا شو هو السبب اللي خلاها تهرب من البيت. شو قصدك؟ خلص اخي كرمال الله ما بدنا مشاكل. قصدي انه نخوتك وشهامتك خلوك تجبر اختك تتجوز ابن حماك وهي مو طايقته، ولانا مفكره بالجواز من اصله. عبدو طلعت قبرني طلع، ما بدنا مشاكل. ما بدك مشاكل؟ ولك الله ينتقم منك انت واهلك، ولك الله يصطفل فيكم يا حق. عمل حسابك من هون ورايح، يلي بدي يشوفه من بيت حماك بهذا البيت ما عدا عمك مو نيال ابنه. ايه معناتها منقسم البيت بالنص، بس يكون البيت بيت اللي خلفك ساعتها بنقسمه. اتركها اخي اتركها. تعال يا ابو تعال. شبك اخي عم تشرب تتو؟ هي بعد في حمى، ليش عم تبكي؟ لا انا ما عم ببكي. وانت من هيك بتشرب تتو؟ تعلمته بالحبس. بلاها اخي تقبرني بلاها. احكيلي يا اختي بركض التتون بنسيني همومي. طيب ما بتتذكر ابوك الله يرحمه قديش كان يكره التتون وقديش كان يوصيك انت وعبده مشان ما تشربوا؟ بلا. معناتها اذا بتحبه لابوك لازم تعمل مثل ما وصاك. اعطيني اياها تقبرني. يلا اخي سمي بالرحمن ونام. مالي عم بقدر نام،
شلون بدي نام واختي ما بعرف وين اراضيها؟ الهرب ما بينساها. بعدين باي عين بدي واجه هالحارة؟ ليش تقبرني؟ مالي عين واجه الناس، الناس عم يتغامزوا علينا. كل ما بروح على قرني الناس بتبلش بتتغامز، واول ما بيشوفوني دغري بيغيروا السيره. ابو ياسين الخضري سمعته باذني عم يحكي على عرضي، والله العظيم ما استرجيت افتح تمي بكلمه واحده. يا اخي واجههم وقول لهم الحقيقه. باي عين بدي واجههم؟ مرت عمك فضحتنا بالحاره يا عليا. الله يفضحها وينتقم منها يا رب. قوم اخي رح اغلي لك خشخاش بتشربه وبتنام. امك نامت؟ ايه سقيتها خشخاش ونامت. يا اهلين وسهلين، عن اذنكم اذنك معي. يا ميت اهلين وسهلين. اهلا وسهلا ابن المهلي. هيك يا عم جاهل، هيك بتعزمي كل نسوان الحاره وما بتعزمينا؟ يا مو ليش انت لقيتي لامرتي؟ والله يا عم صفوان بدك تعزريني. عزرتك دبريني عزرتك. انا قلت لحالي ام جاهر نسيت تعزمنا. انا ما برتب عليكي، بعرف انه الحركه مو مقصوده. بعدين معك حق، شو بدك تتذكري لتتذكري؟ اي والله ماني عارفه شو بدي اقول لك. لا تقولي ولا تعيدي، انا ماني عتبانه عليكي بنو وماني زعلانه. ابني ابو فهد الله يحميه. الله يحميه ويخلي لك يا الهي يا حق. دبريني خصص لنا كم عين لنعزمه، لانه مثل ما بتعرفي الضيعه بعيده والمركوب ما بس على كل نسوان الحاره. يو مجاهي هلا وقفت علي وعلى بنتي زكيه؟ انا بخلي ابو صفوان يستكرينا عربايه خصوصي وناخذ لكم عالم معنا. بصراحه ابو فهد زعلان منكم، يعني مشان قصه رويده بن سلفي وما بده اياكم تحضروا العرس. يو اي والله والله نحن ما دخلنا بالقصة منو. والله ما بعرف هيك ابو فهد قال، كمان مشان قصة الحكي اللي عم تحكي على المخلوقة اللي ما بيريده لا الله ولا عبيده. والله يا ام جاهر غلطة وندمت عليها، وكل ما بتذكرها الله وكيلك عيوني بتدمع. وقولي للعبيد ابو فهد اذا من يوم وراي بيسمع كلمة عن لساني عن رويدة ساوي اللي بده اياه. عن إذنك شوي لهم شوفوا. إذنك معك دوبرين. يا مو خير يا مو؟ شوفي أم صفوان عنا والمخلوقة قاتلة حال على ما تحضر عرس أخوك. أنا ما قلت لكم أم صفوان ما بتعزموها. يا مو الحرمة عم تقول إنه غلطت وحلفت ميت يمين وميت عظيم إنه ما تجيب سيرة بنت أبو عبده بالعاطي. ولا بالمنير. ولا بالمنيح، مثل ما بدك. وش كان من يوم وراي بسمع جابت سيرتها لهالحرمين؟ بدي أحسب الله ما خلقها، مو بس هي، ابنها كمان. ورأكم ورأي ورب. الحمد لله أنا ما جاب سيرتي، قال مثل ما قال المثل، حوالي ولا علي. خلص يا أمو لا تزبد لك، مثل ما بدك، مثل ما بدك. يا مو ايش كان لك خاطر تعزميها؟ عزميها خلاص كرمال خاطري كل شيء بصير. تكمي والله المعامله مع الله استحيت منها قد ما ترجتني حرام. ماشي كانه مشي الحال رح نروح معهم. الحمد لله يا مو مثل ما قال المثل امين صبرنا. قدك هم انت وامك اسكت. I'm